اليوم تونس امانه في عمق في عمقك، والكلام اللي قاعد تقول فيه يلزم نحطوه في ميزان المصلحه الوطنيه. اليوم ميزان المصلحه الوطنيه يقتضي منا ان نعيد تركيبه القوانين نتاع البلاد ونظرتنا الى الواجبات والفروض المفروضه على المواطن. كيفاش نسيروا هالبلاد؟ حط بعض انت هالكلام اللي تقول فيه الان، وكان يسمعوا قاضي وقاعد يسمعوا فيه القضاة. تعرفوا اللي القضاة اليوم مذبذبين، كان وقف اندبي، كان سيب اندبي، كان حكم بالادانه يتسب، كان حكم بالبراءه يتسب. فما مصالح متعارضه في البلاد، الفيصل فيها هو القانون وراي القاضي. ما يلزمناش نجعلوا القاضي مرتبك، وما يلزمناش نجعلوا البوليس مرتبك. اليوم البوليس تمشي له تقول له راه واحد قاعد يسرق لي في محلي، يقول لك احميني توا نجي نشده. القاضي الان يجيبوا له ناس موقوفين يسيبهم، تقوم عليه القيامة. يجيب ناس مسيبين يوقفهم، تقوم عليه القيامة. قاعدين تسمعوا في ناس الآن في تونس يقولوا شبيه السلفيين ما شديتوهمش، هذوك لازم نشدوهم. وقت اللي نحاكموا ناس أخرين تقول شبيك حاكمتوهم. أعطيونا ميزان نفصلوا بيه. أنا كنت نتمنى لو كان الأستاذ شكري يشد وزارة الداخلية، والأستاذ الهاشمي يشد وزارة العدل، ويعطيونا بعد ستة شهور كيفاش يسيروا هالبلاد. كان شدينا في الحزم وإقامة القوانين، تقولوا حكومة صارمة قاعدة تعاقب في معارضيها. وإذا كان الحكومة تساهلت ورات من الأحسن أن تهدي الجو، نقولوا هذه قاعدة تتعامل مع ذراعها الحديدي باش يعاونها. ولذلك أنا أقول لك سي معز، حصك من هذه لن تكون ذات جدوى، لأنها منطلقة من وقائع مادية مطروحة سيتفاعل معها البعض بالإيجاب والبعض بالسلب. اللي يحبها يمشي معاها، واللي ضدها اللي ما يحبهاش يجي ضدها. نحب احنا ننطلق من منطلق نظري. اعملوا لنا ندوة وطنية يجتمعوا فيها رجال القانون وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة، خليهم على جهة، ويقولوا لنا كيفاش نعالجوا وضع مخالفة القانون في البلاد. انا هي القوانين اللي تبقى، وانا هي القوانين ما تبقاش، واللي خالف القانون اش نعملوا معاه؟ تعرف يا سي معز ان البلاد شهدت تسيبا بعد الثوره، ولات حقوقك في ملكك ماهيش مضمونه، وحقوقي في سيارتي ماهيش مضمونه. والاستاذ الطريفي الان يكلم فيها يقول لي هاو الخواص ما شكاوش على حيوتهم، ولا انت تنجم تحل فمك؟ ولا انت تنجم تشكي؟ ولا انت تنجم تمشي المركز؟ وحتى كي تمشي المركز ما يجيك بوه وامه اللي شكيت بيه، ويسودونك حشاك ويمدوني ليانا ويقضيوا علينا تماما. وقاعدين نشوفوا في الناس كيفاش تخلق في الناس في قصر العدالة. أنا في القاعة عدد خمسة العبد الفقير، قدامي أنا مواطنة نقزت على السيدة الرئيسة اللي لابسة بالأحمر، وقلت لها يلي بيك يلي عليك يلي صوتك يلي نعتك، وخرجت من القفص وطلعت لها. أنا حاضر فيها، السادة الشرطة موجودين، قلت لهم شبيكم؟ قال لي ما عندناش تعليمات. قلت له بعد الغادي؟ قالوا تعليمات. انا باش نموت مره برك، مشيت وشديتها من هنا من خجله شعرها وجبدتها ورميتها في الشارع، وقلت لها برا امشي، اكل القضاء عزيز، لانه ممكن يحكم عليها. انا حكم عليها الحاكم بعشر سنين، لكن اليوم نجل القاضي، لان ضمانتي الوحيد في البلاد ان يوجد قضاء ويوجد قانون عادل. خلي عركتك مع راشد الغنوشي، وخلي عركتك مع الاستاذ البحيري، كيفاش تصرف البلاد يا استاذ؟ كيفاش تسير البلاد اليوم؟ البلاد اليوم ما عاش فيها ضابط. تمشي في الشارع، انت سمعت اليوم الاخبار على الفوسفات؟ 60% خساره في مدخول الفوسفات بالنسبه ل 2012. سببه ما هو؟ سببه انه 10 من الناس يقفوا باب مؤسسه، يمنعوا الناس من الدخول، الخدمه ما بتخدمش، الفوسفات ما يتباعش، ولدك ولدي ما ياكلوش. انا مشيت بنفسي، انا مشيت، ما تقوليش لا، انا مشيت بنفسي، مشيت بنفسي. اللي حرقوا في المظله حرقوا 10 الات، لقاهم ولد صغار عمره 18 19 سنه، قيمه 20 مليار، بقات المؤسسه 6 شهور مسكره.